السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكل أخ وكل أخت بيتابعني في قناتي عالم الأعشاب الطبية. لكم مني كل التحية والتقدير، وأشكركم دائما على تفاعلكم في قناتي. لكم مني مرة أخرى كل التحية والتقدير. أولا قبل أن نتكلم في الموضوع، متعودين لا ننسى الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى ذكر الله. موضوع حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى عن فقر الدم. بموضوع حلقتنا اليوم عن فقر الدم. طيب خلينا نتعرف عن فقر الدم. فقر الدم يعد من ضمن أخطر المشاكل الصحية حول العالم، فهناك عدد كبير يعاني من انخفاض في مشاكل فقر الدم. طيب ما هي الأسباب المؤدية للإصابة بفقر الدم؟ مرة أخرى، ما هي الأسباب المؤدية للإصابة بفقر الدم؟ أركزوا معايا كده، كل واحد يجيب ورقة وقلم ويكتب. أولا عدم تناول الأطعمة الغنية بالحديد بنسبة كافية لإمداد الجسم بالحديد. رقم 2 الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات التي تقلل عملية امتصاص الحديد بالجسم، مثل شرب الشاي أو القهوة بعد الأكل مباشرة، أو الإفراط في تناول الشوكولاتة الداكنة. رقم 3 الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي وفي الأمعاء الدقيقة بالأخص، والذي يؤثر على امتصاص الحديد. رقم 4 تناول أدوية تعيق امتصاص الحديد بالجسم، كالمضادات الحموضة أو المضادات الحيوية. رقم 5 حالات نزيف الأنف المتكررة، أو البواسير أو قرحة المعدة. رقم 7 الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، كالفشل الكلوي أو أمراض الكبد أو أمراض الدم. رقم 8 العامل الوراثي، وهنا نحتاج إلى تحاليل خاصة من استشارات الأطباء. رقم 7 الحامل إذا لم تتناول الفيتامينات التي تحتوي على حمض الفوليك والحديد، فهي معرضة بشكل كبير للإصابة بفقر الدم. يبقى احنا قلنا الأسباب. طيب رقم 2 ما هي الأعراض بالإصابة بفقر الدم؟ ايه هي الأعراض؟ اولا يشعر المريض الذي يعاني من فقر الدم من 1 الصداع المستمر والدوار، رقم 2 الإرهاق السريع، رقم 3 الضعف البدني العام، رقم 4 شحوب في البشرة، رقم 5 ضيق وصعوبة التنفس، رقم 6 نبضات القلب غير المنتظمة، رقم 7 آلام بالصدر، رقم 8 البرودة الدائمة بالأطراف، رقم 8 أو 9 تساقط الشعر. تمام، يبقى كده احنا عرفنا الأعراض. طيب سؤال مهم جدا، ما هي الأطعمة الغنية بالحديد وخاصة للأشخاص الذين يعانون بفقر الدم؟ أركز كده معايا كويس، ما هي الأطعمة الغنية بالحديد للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم؟ رقم 1 اللحم الأحمر، رقم 2 الدجاج والأسماك، رقم 3 البيض والحليب. يبقى كده عرفنا الأطعمة. طيب ما هي الفواكه
الجيدة لمرضى فقر الدم. أهم الفواكه الجيدة الذي تساعد مرضى فقر الدم لتعويض الجسم. أولا البرتقال، رقم 2 التفاح، رقم 3 التمر، رقم 4 العنب، رقم 5 الزبيب. كده عرفنا الفواكه. طيب ما هي الخضروات المفيدة لمرضى فقر الدم؟ ما هي الخضروات المفيدة لمرضى فقر الدم؟ ركزوا معايا كويس، بس قبل أن نتكلم في الخضروات مرة أخرى لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعليق جميل يكون مكتوب فيه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم حتى نؤجر. نرجع مرة أخرى، احنا قلنا الأطعمة الغنية بالحديد اللي هي ايه؟ اللحمة الحمراء، رقم 2 الدجاج والأسماك، رقم 3 البيض والحليب، رقم 4 الكبدة. يبقى كده قلنا الأطعمة. ما هي الفواكه المفيدة لمرضى فقر الدم؟ قلنا البرتقال، رقم 2 التفاح، رقم 3 التمر بجميع أنواعه، رقم 5 العنب، رقم 6 الزبيب. يبقى كده قلنا الفواكه المفيدة لمرضى فقر الدم. طيب مرة أخرى ندخل على إيه؟ الخضروات. ما هي الخضروات المفيدة لمرضى فقر الدم؟ أولا السبانخ الخضراء، رقم 2 الكرفس، رقم 3 الملفوف، رقم 4 الجرجير. بكده احنا قلنا الخضروات، تمام؟ اقولهم مرة اخرى، الخضروات المفيدة لمرضى فقر الدم: السبانخ، الكرفس، الملفوف، واخيرا الجرجير. طيب ما هي البقوليات المفيدة لمرضى فقر الدم؟ اولا العدس، العدس، رقم 2 الفاصوليا، رقم 3 البازيليا، رقم 4 الحمص. تمنياتي لكم بالصحة والعافية، وكان محدثكم أخوكم أبو يوسف في قناة عالم الأعشاب الطبية. أتمنى من كل متابعيني أن لا ينسوني من صالح دعائكم في ظهر الغيب، وأتمنى من الجميع أن يستفيد من هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في سعادة.